يتعلق بالسكري والصوم. لكن بادئة بدء نشكر أخبار ستات ونرحب بها في هذا الفضاء. أولا نعرف ما هو السكري. كما لا يخفى على الجميع فهناك نوعين من السكري. الأول يعتمد كليا على الأنسولين، بينما الثاني يعتمد على الأقراص. ويعتبر الإنسان مريضا بالسكري عندما ندير له واحد التحليلة ديال الدم اللي كتعطينا واحد 1.26 غرام باغ لتر، يعتبر هذا الشخص بأنه مصاب بداء السكري. نأتي إلى الصوم. مرض السكري الذي يعتمد إلى بغينا نصومه خاصنا نشوفه ثلاثة الحالات. أولا نوع السكري، ثانيا خطورة المرض، ثالثا العلاج. هاد ثلاثة الحالات كي يأخذهم الطبيب بعين الاعتبار. كما أنه لا ينصح بصيام رمضان في 4 حالات. أولها المرض السكري الأول المعتمد على الأنسولين، ثاني المرأة الحامل، وثالثا وجود مرض مزمن كمرض الكلي أو الكبد أو القلب، وكذا مرض السكري الغير المنتظم قبيل رمضان. إلا بغى يصوم هذا السيد خاصو ينظم بعد السكر ديالو في الدم عادة باش يمكن يصوم. إذن الفئة الوحيدة التي يمكن أن تصوم هي الفئة الثانية المعتمدة على الأقراص والنظام الغذائي والحركة. لكن للأسف هناك واحد الأصناف الناس اللي مرض بالسكري، تقريبا 89.7% ديال هاد الناس كيبغيو يصوم. أشنو العمل؟ خاصنا نحسوهم وخاصنا نشرحوا لهم المخاطر اللي يمكن يتعرضوا لها. أول خطر هو انخفاض السكر في الدم والذي يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. وهاد الليبوغليسيمي اللي كنهضروا عليه انخفاض السكري كيجي الحالات تقريبا في ساعتين قبل الافطار. وهنا كنشير واحد المساله خطيره اللي يقدر الانسان يتوفى فيها الى ما فطرش. وكذلك سيتعرض لترسب الحموضه في الدم وهو ما يعرف باللاسيدوسيتوز، كذلك الجفاف لا ديزيدراتاسيون لان قله شربه الماء يؤدي الى كذلك الى جلطات في اماكن من الجسم. ارتفاع السكري ناتج عن عدم اخذ الادويه، هذه المضاعفات كلها تؤدي الى مضاعفات خطيره وربما الموت لا قدر الله. النصائح الموجهه الى الصائم لمرض السكري: إلى ما اقتنعش الإنسان بهذه المسائل للأخطار اللي تعرض لها خاصو ياخذ احتياطات معينة. أولا في النهار خاصو يضبط الأدوية والتعديل ديالها حتى ما يرتفعش وما ينخافش السكر ديالو في الليل باش في النهار يكون مقاد. كذلك خاصو يقيس السكر ديالو كل 2 ساعة حتى 3 سوايع في النهار. وملي يلقى لا دوز لا كونتيتي ديال 60 ميليغرام باغ لتر في الدم ديالو خاصو يفطر لان غادي يدخل في ليبوغليسيمي. وملي كذلك كيحس
بالحالة العياء الشديد وكذلك الجفاف والعطش. هذا بنهار. نجيو عند الإفطار، لا يجب الإسراع إلى مائدة الإفطار. علاش؟ لأنك يأكل بسرعة الإنسان وما كيحش بأنه شبع حتى دوز واحد 20 ثانية. فهذه 20 ثانية راك لوح الكمية كبيرة جدا من الأطعمة واللي كتأدي إلى السمنة والتخمة كذلك. أكثر من كيأكل أكثر من الحاجة ديال الجسم دياله، والكمية الكبيرة اللي كيأكل منها شواذ ذات خاصية كيرفع فيها السكر والأطعمة اللي كتكون مصنعة. وكذلك لا ننسى الدقيق الأبيض، وغادي نجيو نهضروا عليه واحد شوية في هاد الحصة. المشروبات والعصائر المحتوية على السكر يجب تفاديها، كذلك يجب تفادي أي مشروبات اللي كتحتوي على الكافيين كالشاي والكوكاكولا، لأن هاد المادة الكافيين تدر البول، وملي كيدر الإنسان البول كيكون عندنا واحد الجفاف واحد العطش في النهار. إذن فالعمل الصحيح عند الإفطار يجب تحليل الصيام بالماء أو تمر، ثم الذهاب إلى الصلاة أو راحة. وخص الطبق ديالو ديال الإفطار يتقسم إلى 4 أجزاء، ربع فيه بروتينات نباتية كالعدس والفاصوليا والفول، وبروتينات وربع الثاني وبروتينات حيوانية السمك اللحم دجاج إلى غير ذلك، وربع السلطة ديال الخضر الخس الخيار ولا ننسى زيت الزيتون، والربع يكون فيه النشويات كالأرز ولا شوية ديال الخبز. وما ننساش واحد دائما شرائح ديال الفاكهة، يا إما فاكهة واحدة وإما وعاء واحد لابول اللي فيه شرائح ديال الفواكه مزيانة ناخدوها. وما ننساوش الماء، لأن كناكلو كنساو الماء، وكنساوش الأدوية، لأن الأدوية كتخد كيف كنعرفو وسط الماكلة ماش ما ننساوهاش. ومع هذا كل يجب الأكل خاصة ناكلو بشوية بالتأني، لأن واحد القولة تقول بون ماستيكاسيون بون ديجيسيون بون سونتي. المفهوم ديالها إلا ندغنا مزيان غادي نهضمو مزيان وغتكون عندنا صحة مزيانة، لأن الصحة كتبدا من الفم. وثم وجبة خفيفة ما بين الفطور والسحور، هذه ما خصهاش ننقزوها حتى هي، لأن تكون من فاكهة طرية ومجففة أو وجبات الخضر. أما السحور فيجب تأخير ديالو باش ما يشعرش الإنسان بالجوع في النهار وبالعطش. وأهم ما يؤكل البروتينات حيوانية ولا نباتية وزيت الزيتون مع الإقلال من النشويات حتى يستمر معدل السكر في مستوى العادي لأطول مدة، مع دائما حبة فاكهة. ويكون من الأحسن يكون الموز، لأن الموز كيشد لنا الماء في الجسم دياله. كما خصناش نغفلو على شوية الرياضة، لأن الحركة ضرورية ضرورية اللي صحيح ولا اللي مريض. حتى ذاك اللي السكري خاصو واحد الوقت وخاصو واحد الانتونسيتي ديال الرياضة. ولا ننسى النوم، لأن في رمضان الكل كيعرف الصغير، والنوم راه مهم جدا جدا، لأنه كتفرز واحد المادة في النوم اللي كتسمى الميلاتونين، وهذا الميلاتونين كتريباري جميع لي ديغا اللي في الجسم ديالنا، كتجد لنا هاد المسائل هذه وكتجد لنا الخلايا ديالنا. كنجيو في الأخير المجهودات الوزارة في هذا الباب ديال السكري. كيف كنعرفوا أن العمل الجبار اللي تقوم به الوزارة في هذا الباب، بحيث ربع المصاريف ديال التكاليف ديال الأمراض المزمنة تذهب إلى التكفل بالسكري، من أدوية، من كشف، من أنسولين، وكذلك من التوعية والكشف المبكر والوقاية، كالحث على الرياضة والنهج نمط العيش السليم كذلك. كيف كيعرف الإنسان أهمية التغذية السليمة وكذلك الحركة؟ يجب على الإنسان المريض السكري أن يعتني بصحته، وأن يستشير الطبيب، وأن يقوم بتحليلات يعني بيريوديك. وكذلك لا ننسى العمل التي تقوم به منابر الإعلان، وهذا التواجد ديال أخبار ستات هنا إلا عربون على التوعية الصحية التي يقومون بها.
فكذلك المجتمع المدني لكي يقوم طرق التحسيس والتوعية. ونتمنى من الله عز وجل أن تحدو كل منابر الإعلام إلى منابر إلى التوعية الصحية حتى الناس يوعاو بالقيمة ديال الصحة ديالهم ويحافظوا عليها. والسلام عليكم ورحمة الله.